قلق وخوف كبيرين من مرور موسم فلاحي كارثي بسبب الجفاف، لكن قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرامي إلى التكفل الأمثل بانشغالات الفلاحين خاصة فيما تعلق بتراخيص حفر الأبار الارتوازية لتسهيل موارد سقي محاصيلهم، قرار أعاد الأمل للفلاحين من جديد. منذ سنتين من دفعنا ملفات للحصول على رخصة حفر الآبار. نشكر السيد رئيس الجمهورية الذي نثمن القرار تاعو، ونشكر الرئيس يعني على المبادرة اللي دارها لنا هذه تاع حفر الآبار. احنا رانا كنا في كوارث يعني طبيعية بين البراج فارغ، وحنا حايرين باش نمنعوا المحصول الأشجار المثمرة هذه اللي رانا غارسينها. ولإنقاذ ما يمكن إنقاذه، سارعت السلطات المحلية في تجسيده على أرض الواقع بعد الخرجات الميدانية لعدة مصالح من موارد مائية والمصالح الفلاحية إلى العديد من المستثمرات الفلاحية من أجل منحهم تراخيص استثنائية. تعليمات السيد رئيس الجمهورية فيما يخص تسهيل الأمور للفلاحين طالبي حفر الأبار العميقة، وبعد الاجتماع الذي عقد قبل أسبوعين مع السيد والي الولاية واللجنة راهي ميدانيا لتقصي ودراسة طلبات الفلاحين المعنيين. نقوم حاليا بخرجات ميدانية لدراسة إمكانية تعويض هذا النقص ابتداء من المياه الجوفية، وهذا بإعطاء تصريحات تراخيص استثنائية. قامت اللجنة الولائية بخرجات ميدانية للوقوف ميدانيا لطلبات طلبات حفر الآبار العميقة على مستوى المستثمرات الفلاحية سواء كانت جماعية أو فردية. رئيس الجمهورية يولي اهتماما كبيرا للقطاع الفلاحي، تبقى الكرة في مرمى الفلاحين الذين لم يبقى لهم سببا لتحقيق نتائج مرجوة في الإنتاج والذهاب بعيدا بهذا القطاع.